رصدت إدارة ناديي التعاون والفيصلي مكافأة ضخمة للاعبيها في حال الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وأكدت مصادر خاصة بصدى الملاعب أن المكافأة قد تتجاوز 100,000 ريال لكل لاعب. كذلك سيكون التعاون والفيصلي على موعد مع العديد من المكافآت الرسمية في حال الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيحصل البطل على 10,000,000 ريال إضافة إلى حجز مقعد في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2022 والتأهل كطرف في مباراة كأس السوبر السعودية. سيفتقد نادي الفيصلي لجهود 4 لاعبين في النهائي لأسباب مختلفة، حيث سيغيب 3 لاعبين أجانب هم البرازيلي إيغور للطرد ومواطنه دا سيلفا وغليرمي لتراكم البطاقات الصفراء، إضافة لأحمد أشرف المصاب، فيما تبدو صفوف التعاون شبه مكتملة باستثناء غياب لاعبه إبراهيم زبيدي لتراكم البطاقات الصفراء. واصلت إدارة نادي التعاون إطلاق حملتها الإعلامية في شوارع مدينة القصيم استعدادا لخوض النهائي، وجاءت الحملة بعنوان التعاون في نهائي الكأس وجماهيرنا اشتقنا لكم. كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الشباب اتفق بشكل كامل مع البرازيلي شاموسكا مدرب نادي الفيصلي لتدريب الفريق في الموسم المقبل، وأكدت المصادر أن الاتفاق بين الطرفين بعقد يمتد لمدة عام مع أفضلية التجديد لموسم آخر، ويستعد المدرب البرازيلي لقيادة الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن ينهي الموسم أمام الهلال في الجولة الأخيرة من الدوري.